الرسم قد يكون رسالة هادفة أو طريقة للتعبير عن الذات، وقد يكون حالة نحتفل فيها بجمالية الحياة، كما في معرض الرسم من أجل المتعة الذي استضافته صالة أرت كلاب في اللاذقية. المعرض هو مجموعة لوحات لمتدربين خلال فترة من الزمن جمعناها لحتى نقوم نخدم فيها هذا المعرض. نحن اخترنا له اسم أنه هو الفن للمتعة، ما له لشيء تاني. الفن بيفقد قيمته لما بيفقد المتعة فيه، ويكون غايات لما بيكون في شيء غاية هدف أو هدف ما له المتعة بالفن، بصير في إشكالية، يعني بصير ما له حقيقي، ما له صادق، حتى الألم فيه متعة. فجيد أنه أنا أحس بتفريغ حالة الألم، تفريغ الحالة الكآبة، حالة الحالات النفسية بموضوع الرسم. بلشت بهي لوحتي، هي أول لوحة خاصة لإلي، يعني أنا من عندي، أنا اللي عملت الرسمة. وبلشنا كمان وبعلم رسم كمان، فأولاد صغار. فهلأ كنت واقفة جنب الأستاذ، فعمل لي الأستاذ أنه لوحتك أحلى من لوحتي، وأنه الأستاذ الكويس هو اللي بيكون طالبه أحسن منه وما أسوأ منه. فوقت كنت بتطلع على طلابي مثلا أنه على رسمات طلابي، فبقول أنه لازم يكونوا لوحاتهم أحسن من لوحاتي لحتى أحس حالي أني أنا كويسة. أنا فتت الطب لأني بحبه، بس طبعا بضل حبي الوحيد هو الرسم. يعني الرسالة لازم أدمع أني ضل عم برسم، أني ما وقف أبدا، أني كل أفكار عندي وكل شغلات بحب طلعها من جواتي أني لازم أرسم وما وقف أبدا شو ما صار. شارك في المعرض متدربون من فئات عمرية مختلفة، جمعهم حبهم للفن والجمال. أنا بطبيعتي بحب الرسم من لما أنا كنت صغيرة، وأهلي شجعوني على هذا الشيء، واصطنعت بالمعهد ورحت عليه وتدربت عند الأستاذ. بالفعل كان أستاذ كتير رائع ومحب لإلنا، بعملنا عائلنا كلياتنا عائلة وحدة، وما بيبخل علينا بأي معلومة بتخص الرسم أو بتخص الحياة بشكل عام هيك. ومع الوقت تدربنا، مثلا هي صحيح أول لوحة لي، بس أنا بلشت فيها من قبل البكالوريا. رجعت تاني مرة بعد البكالوريا كملت فيها، فتغيرت نظرتي تماما للأمور. فالأشياء اللي كنت رسمتها قبل البكالوريا رجعت عدتها تاني مرة وأضفت عليها، وحست حالي أنه بالفعل أفكاري نضجت. بحب الرسم لأنه بيعبر عن الجمال، جمال كل العالم بتحبه. بحب الرسم لشغلة يمكن ما من مكان بيعرفها، لأنه بيصير فيها استحقاق الصدق. انه انت يمكن تكذب على حالك، يمكن تكذب على كل العالم، بس انت وعم ترسم مستحيل تكذب على حدا، لانك بدك تفرجي اسمى ما تملك وانت عم ترسم. بالمعهد عندنا اكيد بنتعلم الرسم، لسه ما صار كل واحد عنده اسلوبه الخاص بالرسم، بس اكيد الواحد وقت بيكون عم يرسم اي شخص بيكون عم يستمتع بهيدا الشيء، يعني بيكون عم يحس بشعور تاني غير. عمري 11 سنة والرسم كتير حلو، يعني ولقيت انه كل العالم شاركت فيه، لهيك انا حبيت شارك فيه. انا بس اكبر بصير رسم ان شاء الله. شو بتقولي للاولاد الصغار اللي بيحبوا الرسم؟ يعني بقول لهم انه ما يخبوا الموهبه وخليهم عم بيضلوا يشاركوا. تعددت الدوافع والهدف واحد لشعب محكوم بهويته الحضاريه التي نشرت نور الثقافه والجمال على مر العصور.